وزيرة الصحة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة في 11 محافظة، وتؤكد نجاح المرحلة الأولى. الشرطة الفرنسية تعلن إصابة نحو 70 شخصا بينهم 11 من أفراد قوات الأمن في احتجاجات باريس، واعتقال نحو 200 شخص. الجيش اليمني يتقدم في جبهات عدة بمحافظة البيضاء، والحوثيون يحتجزون العشرات كرهائن داخل مستشفى في الحديدة. بانوراما 8 مساء من النيل، الأخبار في القاهرة، طابت أوقاتكم. يفتتح الرئيس السيسي بعد غد الاثنين معرض الدفاع والتسليح إيدكس 2018 الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المعرض سيشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، كما يعد المعرض منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية للدول المشاركة وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في مصر. يشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10,000 زائر على مدار 3 أيام من 3 وحتى 5 من ديسمبر الحالي. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من محافظة الإسماعيلية انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، مشيرة إلى نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة. ينتظر أن يصل المستهدف من المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى 11 محافظة. انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ومنها أقامت وزارة الصحة غرفة متابعة لعملية المسح التي تستهدف 11 محافظة من أجل مراقبة أعمال الحملة لحظة بلحظة من خلال قائمة المؤشرات الخاصة بالوزارة. بدأنا متابعة 20 محافظة كده مع بعضهم. محافظات المرحلة الثانية بدأت تدخل بشكل ريت كويس جدا، أكثرهم كان القاهرة، وصلنا في حوالي الساعة و25 دقيقة إلى 3759 مواطن، وكذلك عندي محافظة المنوفية 2090 مواطن، وكل المحافظات ال 20 محافظة شغالين بنفس الحماس. وصلنا توتال من 1 أكتوبر حتى الآن حوالي 11,917 مواطن، 395 تم الفحص ليهم. الحمد لله احنا بندخل الفحص بأعلى معايير الجودة. تهدف الحملة إلى القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط
والسكر من خلال فريق طبي، فضلا عن نقاط المسح الثابتة والمتحركة في المحافظات. مركزين قوي على التردد. التردد في المرحلة الأولى يعني كان نسبته عالية أكتر مما توقعنا، إنما النتائج دي لأن النتائج كلها نتائج أولية، سواء الضغط أو السكر أو فيروس سي، بيتم ليها تأكيد بعد كده، فما أقدرش يعني أعتمد على النتائج اللي بتطلع غير لما يحصل لها التأكيد. بالتزامن مع المرحلة الثانية، يتم البدء في عملية المسح الخاصة بطلبة المدارس الثانوية مع الحفاظ على السرية الكاملة للمصابين بالمرض. انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وهي تعد من أهداف الدولة المصرية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية نحو وطن خالي تماما من فيروس سي. بسنت أكرم، النيل. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد قابيل، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات. مساء الخير يا دكتور خالد. مساء النور يا فندم. هل تتوقع إقبال مماثل من قبل المواطنين على هذه المرحلة لمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، وما مدى يعني نجاح هذه الفكرة والمبادرة في القضاء على فيروس سي؟ الحقيقة أنا بتوقع بالنسبة للمرحلة الثانية نجاح باهر جدا، وشواهده كانت النهاردة. أنا كنت في جولة داخل محافظة القاهرة، اتشرفت إن أنا أقوم بيها مع معالي محافظ القاهرة اللي هو خالد عبد العال صباحا، والإقبال كان شديد جدا. واسمح لي إن أنا أقول لحضرتك الإقبال بتاع السيدات، سيدات مصر أكثر كثير من الرجال، والإقبال في فئة الشباب بنقول من 25 سنة ل 45 سنة كان أكثر إقبالا من الفئات العمرية الأخرى. أنا مضطر أكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا دكتور خالد قابيل، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، شكرا جزيلا لك، ونواصل تقديم بقية أنبائنا. قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إن المحافظة تضم أكبر منطقة حرة صناعية وأكبر منطقة حرة لوجستية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي الثاني لبورسعيد، والذي يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة بها في أعقاب تشغيل المشروع القومي العملاق بشرق بورسعيد. من جهته أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المجالات لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال. على مدار يوم واحد شهدت بورسعيد فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار حلم بكرة بيتحقق، الذي افتتحه اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. الغضبان وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التنمية التي تشهدها المحافظة في كل المجالات. إنشاء أكبر ميناء محوري بطول أشرفها 5.5 كيلو، بيتم إنشاء حاليا أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، وتم تدشين أحد الكيانات الروسية موجودة هناك حاليا دلوقتي، والكيان الألماني موجود هناك دلوقتي، شغالين هناك دلوقتي. بالنسبة للأرصفة اللي هي المواني، في كيان كبير جدا في أعمال المواني، هيتم تصدير أول منتجات موجودة من شرق بورسعيد في ميناء شرق بورسعيد. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى لتعزيز فرص الاستثمار ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطط تنموية شاملة للمحافظة. تسعى الوزارة حاليا بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها، حيث تعمل على وضع خطة تنموية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من المميزات النسبية التي تتكامل مع رؤية التنمية في إقليم قناة السويس. بدوره أكد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أن الدولة لن تستغني عن المنطقة الحرة ولكن بضوابط. شعب بورسعيد ليه طبيعة خاصة، وهو ثقافة التجارة، وهو عنده طبعا تجارة، هنوضع ضوابط محددة ولكن مع الحفاظ على هوية بورسعيد والاحتفاظ بالمنطقة الحرة إن شاء الله. ويرى المستثمرون أن بورسعيد تشهد واقعا مضيئا وتنتظرها مشروعات عملاقة على كافة المستويات. كغرفة ملاحة بورسعيد لينا رؤية واضحة في الشرق. النهاردة احنا مهتمين بالاستثمار كشركات وطنية بإذن الله تعالى المرحلة المقبلة في المنطقة اللوجستية، المنطقة الواعدة، وهي المنطقة الأكبر في الشرق الأوسط. وتضمن برنامج المؤتمر عدة جلسات حوارية ونقاشية بحضور نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين الذين ناقشوا ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية للاستثمار والتنمية في
في محافظة بورسعيد. إنجازات تحققت على الأرض ورؤية طموحة للاستثمار والتنمية في بورسعيد لا تقتصر على زيادة النشاط الصناعي واللوجستي، بل تستهدف استعادة مركزها كقبلة للثقافة والسياحة بين مدن البحر المتوسط. من محافظة بورسعيد، محمود العزالي، النيل. انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأهرام الاقتصادي بعنوان الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق، والذي ينطلق تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. من جهتها قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن عمل صندوق مصر السيادي سيدخل حيز التنفيذ وخلال الربع الأول من العام القادم 2019 بعد صدور لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تعرض حاليا على مجلس الوزراء. بعد عامين من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الاقتصاد المصري طريقه للانطلاق بعدما تجاوز الكثير من الأزمات والتحديات. تأكيدات جاءت على لسان عدد من الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السنوي، والذي عقد تحت عنوان الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق. بدأنا لأول مرة في إجراءات إصلاحات هيكلية لبعض القطاعات، في مقدمتها كان قطاع الطاقة، مع الاهتمام أيضاً بجانب الحماية الاجتماعية. وده هنا أؤكد لأول مرة بيبقى في اهتمام وتركيز على جانب الحماية الاجتماعية، لأن برنامج إصلاح اقتصادي جذري، برنامج إصلاح اقتصادي لا يعتمد على مسكنات ومهدئات، مما لا شك فيه إحنا لا نختلف عن أي دولة، مما لا شك فيه أنه له تكلفة. قطاع السياحة بصفة عامة في مصر قدر هو يتخطى العديد من العقبات والتحديات في ملفات الحقيقة ساخنة جدا مختلفة. الحج والعمرة كلنا عارفين ده كان ملف مهم، انتخابات الغرف السياحية، الضرائب العقارية وطريقة حسبتها مع وزارة المالية، كان موضوع مستحقات الأجانب في تحفيز برامج تحفيز الطيران. مستوى معدل النمو تجاوز 5.3% في الربع الأول، وده بمواصلة مع نفس المعدل اللي سجله في السنة العام المالي الماضي 5.3%، وسط توقعات أن معدل النمو يرتفع إلى 5.8% وفقا لتوقعات الحكومة، أو 5.5% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وده بيعكس قد إيه أن بداية انطلاق حقيقي الاقتصاد. وعلى الرغم من النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى أن هناك قضايا ما زالت تحتاج إلى معالجة اقتصادية. لكي ينطلق الاقتصاد المصري لابد من معالجة المنظومات المشوهة، وهو ما نسميه بالإصلاح الهيكلي، وده يعني بياخد شوية وقت، لكن في نهاية الأمر من ضمن الإصلاحات الهيكلية هو أن القطاع الخاص يلعب دور مهم جدا في الفترة القادمة. المؤتمر يهدف عبر 4 جلسات إلى مناقشة تطورات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية في ضوء التوقعات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية والقرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية. خطوات جادة تتخذها الحكومة المصرية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي مؤتمر الأهرام الاقتصادي في نسخته الثالثة حاملا معه مؤشرات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية. محمد الخطيب، النيل. أحال النائب العام والمستشار نبيل أحمد صادق 11 متهما للمحاكمة الجنائية في القرية المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارمينا بحلوان. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة تكفيرية وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرض شرطة والشروع في قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف. نتحول من جديد إلى ملف فرنسا. ففي العاصمة باريس أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 65 شخصا من بينهم 11 من قوات الأمن خلال احتجاجات ضد زيادة الضرائب المفروضة على أسعار الوقود وقرارات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت نحو 200 شخص خلال الاشتباك مع متظاهرين ملثمين قاموا بإلقاء مقذوفات وحاولوا اختراق الحاجز الأمني في شارع الشانزليزيه. ونشرت السلطات الآلاف من قوات الشرطة في باريس في محاولة لاحتواء الاحتجاجات. من جانبه جدد رئيس الوزراء إدوار فيليب التزام الحكومة بالحوار وكذلك احترام القانون.
مشاهدينا الكرام، نتابع آخر اللقطات الواردة إلينا من طبيعة الأوضاع في باريس في محاولات من الشرطة للسيطرة على هذه الاحتجاجات التي أدت إلى وقوع إصابات بلغت اليوم في باريس حوالي 65 إصابة، وربما أيضا من بين هذه الإصابات التي يتراوح الأعداد وتصل إلى 70 11 من أفراد الشرطة. هذه اللقطات التي نتابعها الآن هي آخر اللقطات التي وردت إلينا منذ قليل لطبيعة الأوضاع في باريس التي تتردد أنباء عن استطاعة الشرطة للسيطرة على هذه الاحتجاجات في منطقة قوس النصر. وبطبيعة الحال يتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الاحتجاجات وجهود الشرطة للسيطرة عليها من مقر وجوده الآن خلال قمة 20 في الأرجنتين، بينما تتردد أنباء عن احتمالية قطعه لهذه الزيارة وهذه المشاركة والعودة سريعا إلى باريس. كما ذكرنا منذ قليل اعتقالات وصلت إلى 200 وربما تحديدا إلى 205 أشخاص من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما وردت الأنباء. هذه الاحتجاجات كما علمنا أدت إلى إغلاق 19 محطة قطارات أنفاق أو مترو، وربما من هذه المحطات الشهيرة المعروفة محطة إتوال في شارع الشانزليزي وأوبرا والباستيل. كما ذكرنا منذ قليل هناك أنباء عن قطع الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارته لقمة 20 في الأرجنتين والعودة إلى بلاده التي يتابع بطبيعة الحال تطورات الأوضاع فيها والتي بدأت قبل نحو أسبوعين على هذا الحال. أيضا مما ورد إلينا من هذه اللقطات الأخيرة التي وردت قبل قليل وهي آخر اللقطات المصورة لبعض شوارع العاصمة الفرنسية باريس، هو سيطرة الشرطة على هذه الاحتجاجات في منطقة قوس النصر، وربما تبدو في هذه الصورة بعض الشوارع خالية الآن كما نتابع، وهذه اللقطات الأخرى تظهر الشرطة وقد وصلت إلى ما يشبه مرحلة الاسترخاء النسبي ربما نتيجة السيطرة على هذه الاحتجاجات في هذه المنطقة. كما قلنا قبل قليل أن هذه الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو أسبوعين والتي أدت ربما لمد الشرطة بحوالي 3000 جندي إضافي في الأسبوع الماضي، اليوم ربما وصل هذا العدد إلى 5000، وهذه اللقطات ربما تظهر ما وصل إلينا من أنباء تتردد بأن الشرطة في سبيلها للسيطرة على هذه الاحتجاجات. وهذه اللقطات التي نتابعها الآن هي لقطات حية على الهواء مباشرة من منطقة قوس النصر بالعاصمة الفرنسية باريس، ومعنا مباشرة من هناك الكاتبة الصحفية الأستاذة فابيولا بدوي عبر سكايب بشكل مباشر. أستاذة فابيولا تحياتي لحضرتك، وما هي آخر الأنباء التي تتردد وما تحليل حضرتك في ضوء هذه البيانات من قدرة الشرطة الفرنسية في السيطرة على الأوضاع واحتمالية عودة الرئيس إيمانويل ماكرون؟ يعني هو بشكل عام أكيد اليوم النهاردة مختلف عن اليومين السابقين يوم 17 نوفمبر و24، لأن أولا أنه الاحتجاجات في أكثر من مكان مش في أكثر من مدينة، بالفعل هي موجودة في أكثر من مدينة بحسب ما نتابع مدينة تولوز على سبيل المثال مشتعلة، لكن هنا في باريس لم يقتصر أو تقتصر الاحتجاجات على شارع الشانزليزيه كما حدث في المرتين السابقتين. الآن هناك احتجاجات في منطقة الأوبرا، هناك احتجاجات ووقفات في ساحة الجمهورية، هناك في ميدان الباستيل في شارع الشانزليزيه، ليس في شارع الشانزليزيه الرئيسي فقط ولكن في الشوارع الهامة المحيطة به. اليوم بدأنا منذ الثامنة صباحا نتابع هذه المشاهد المستمرة.
مستمرة حتى هذه اللحظة، والتي بصدق لا نعرف كيف ستنتهي اليوم. نعم. وحينما تنتهي، لكن مهم جدا الصورة الأخرى التي تنقلينها إلينا أستاذة فابيولا، وهي استمرار الاحتجاجات في هذه المناطق، تولو وأوبرا وساحة الجمهورية والباستيل، وأيضا بعض الجوانب في شارع شانزليزيه. تحليل حضرتك لهذه المشاهد مع استمرار الدولة في عدم تقديم أي نوع من أنواع القبول بمطالب المتظاهرين والمحتجين؟ أولا يعني علينا أن نعرف أن يعني هناك يومين سابقين كما ذكرنا يوم 17-24 انتظر هؤلاء المحتجون كلمة الرئيس الفرنسي، لم تأتي، يعني لن نقول بأي جديد، أتأكد تماما متجاهلة تماما كل مطالب الشارع. قال أنه فقط يتفهمها، ولم نعرف على مدى ساعة ماذا يتفهم منها. أيضا ربما يعني لابد أن نضيف أضاءة، يعني كانت تشير إلى أن 75% على الأقل الفرنسيين يؤيدون من هم في الشارع ومطالبهم. هذا يعني أن هناك الأعداد تتزايد، أيضا الغضب يتزايد. اليوم تم الإعلان على أن حركة البلاك بلوك هي موجودة في الشارع، هذه حركة عنيفة بطبيعة الحال منتشرة في كل أوروبا. إذا كيف تقرأين التحليلات الأخرى أستاذة فابيولا التي تشير إلى أن هذا الأمر ليس لا ربيع أوروبي ولا خريف أوروبي ولا خريف فرنسي ولا غيره، وأن هذه الأمور سيتم السيطرة عليها، وخاصة أن السيناريو البادي أمامنا الآن هو رفض الدولة للاستجابة لهذه المطالب وتدخلها بالشرطة للسيطرة على هذه الاحتجاجات، فهل هذا هو بالفعل السيناريو الذي ستسير فيه فرنسا، أم أن الأمر مرشح لأمور أخرى في تقدير حضرتك وفي تحليلك؟ يعني هو بشكل سريع، يعني نحن لا يجب أن يعني أن نقارن يعني ما معنى ربيع أو خريف فرنسي أو أوروبي كما يقال. يعني نحن نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن أحفاد الثورة الفرنسية التي يتعلم منها العالم. بالأمس انتقلت هذه الاحتجاجات إلى بلجيكا، فالمقارنة غير واردة. نحن أمام احتجاجات حقيقية، هناك مطالب لهؤلاء، هناك بعض التصرفات يعني أيضا غير المقبولة. وعذرا المقاطعة، بودي أن أستثمر الوقت مع حضرتك، لكن انتقال هذه الاحتجاجات إلى بلجيكا كيف تقرأينها إذا لم تكن خريف أوروبي مثلا إن صح التعبير؟ لا لا، هو جرت العادة على أن فرنسا تبدأ، وحينما تنجح الاحتجاجات في فرنسا تنتقل إلى الدول القريبة. يعني نعم. فرنسا دائما محط نظر في هذا، لا يعني نستعجبه، ولكن مطلوب من الحكومة ليس أن تقدم تنازلات، ولكن أن تتفهم هذا الغضب. هناك وعود منذ الانتخابات، وعود بالإصلاح، وعود بالوقوف والانحياز إلى الفقراء. اليوم تفرض عليهم المزيد من الضرائب، وضع المواطن سيء. أيضا ربما تكون هناك أزمة اقتصادية، ولكن يجب على الرئيس أن يقول هذا، لا يجب أن يتجاهل. حينما يحدثه الشعب ويخرج الشعب ليعبر عن غضبه، لأن لديه مشكلة في نهاية الشهر نظرا للوضع المادي، لا يجب أن يحدثه عن نهاية العالم بسبب تلوث المناخ. يعني هذا مثير للغضب وللاستياء. كيف ستستوعب الحكومة؟ نحن بحسب حتى المراقبون، يعني بحسب المراقبين حتى الآن يبدو أن الرئيس لا يصدق أن هذا غضب شعبي. هو يقول أنه هناك غضب شعبي، وهناك يسار راديكالي، وهناك يمين متطرف، هم أيضا أبناء الشعب الفرنسي. يعني من هم في الشارع؟ هم من الحزب الاشتراكي، ينتمون إلى الاشتراكيين، إلى اليمين، إلى اليسار، إلى اليسار المتطرف، إلى اليمين المتطرف. هكذا هي فرنسا، هم أبناء الشعب الفرنسي، يطالبون الرئيس بالإصلاحات التي وعد بها، لا يريدون المزيد من الضرائب. لا يجب أن يصنع الرئيس نجوميته البيئية على حساب المواطن. إذا أراد أن يتحدث مع المواطن وأن يشرح له الوضع الاقتصادي، إذا كانت فرنسا في ضائقة عليه أن يشرح ذلك، ولكن لا يجب أن يقول أنني أفرض ضرائب سيضغط على المواطن كي يقتني سيارات صديقة للبيئة. يعني هذا غير منطقي بالنسبة للمواطن. مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، يعني يفرض علي أن أنا أكرر هذه العبارات مرة تانية. حضرتك قلت أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربما قبل أسبوعين أو السبت الماضي أو الذي يسبقه قال فهمت مطالبكم أو أتفهم مطالبكم، لكن يبدو أن الدولة الفرنسية مصرة على عدم الاستجابة. فيعني أي سيناريو ممكن يكون مرشح؟ وتفسيرك للظاهرة
يا أستاذة فابيولا، لأنه من الواضح أن المسألة لها علاقة بأمور عدة اقتصادية في فرنسا، يعني برغم مستوى المعيشة المرتفع لكن هناك أيضا ضرائب مرتفعة وغلاء الأسعار يجعل المواطنين في فرنسا لا يشعرون بقيمة هذه الدخول. يعني بطبيعة الحال، لأن يعني حدثت زيادات في المرتبات، ولكن على سبيل المثال يعني الفقير زاد مبلغ ضئيل، بينما الغني أو ما فوق المتوسط زاد لما يقرب من الضعف. يعني هذا غير منطقي. نعم. اليوم يطلق على ماكرون في وسائل الإعلام أنه رئيس الأغنياء، في حين أنه يجب أن يكون رئيس البسطاء. نعم. أن يفهم معاناتهم، مجرد أن يفهم الرئيس معاناتهم أن يقول نعم أنتم تعانون وأنا بجانبكم وسوف نصلح هذا، هذا أقل مطلب. ولكن حينما يعني يقول له المواطن في الشارع، خرج مرتين غاضبا يقول له هناك فوارق اجتماعية شديدة وأنت تعضد هذه الفوارق وهذا التمييز، فيحدثهم عن الفوارق بين الأجيال، من سيتنفس هواء نظيف ومن يتنفس هواء ملوث. هذا يعني أن الرئيس يتجاهل هذه المطالب، أن الرئيس لا يعي هذه المطالب، يتحدث من فوقية، لم يخاطب المواطن، هو خاطب نفسه فقط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من هم في الشارع؟ صحيح بدأت بالضرائب، ولكن هناك أشياء كثيرة، وعد بإضافات للمعاشات، وعد بإصلاحات، وعد بأن تكون فرنسا أولا وهذا لم يحدث، وعد بعودة فرنسا قوية وهذا لم يحدث، وعد بأن يكون في هناك حراك في الملفات السياسة الخارجية وهذا لم يحدث. ربما هو أيضا أصابه عوائق كثيرة بسبب الوضع الألماني، وهو اعتمد كثيرا على ألمانيا في تنفيذ حلمه، ولكن حينما لا تحقق الحلم الأكبر يجب عليك أن تلتفت إلى أحلام البسطاء. وحينما لا تستطيع تنفيذها فقط أن تتحدث معهم بلغة يفهمونها. ولكن صحيح. النقطة الأخيرة ولأنها تكرر كثيرا، سامحيني أستاذة فابيولا، يعني النقطة الأخيرة اللي حضرتك أشرت إليها، الرئيس الفرنسي ربما وعد بوعود كثيرة كما أشرت حضرتك، وربما تقييمك له يعني متكرر، وإلا لم تكن هذه المظاهرات أو الاحتجاجات بهذه الصورة نستطيع أن نقول صادقة. لكن هو السؤال، وهذا يبدو أنه مطلب كثير من المحللين وحضرتك منهم، هل تتوقع أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخاصة أنه في أنباء بتتردد عن قطعه لزيارته للأرجنتين على أي حال والعودة إلى بلاده، أن يخرج على الشعب الفرنسي ليتحدث أو ليقول أو ليشرح أو ليفسر أو ليبرر أو أيا كان، أم أنه سيلتزم الصمت كما هو عليه الحال؟ حتى لو لم يلتزم الصمت، لا نتوقع منه خطابا مختلفا ورؤية مختلفة. وهنا يحذر الجميع من أن الثورة في 1968 بدأت باحتجاجات أقل، ثم أسقطت الجمهورية بالكامل وأقامت الجمهورية الخمسة. هناك خشية من أن يكون أن تتصاعد الاحتجاجات، خصوصا أن هذا كان مطلبا لبعض القوى السياسية، إسقاط الجمهورية الخمسة وبناء الجمهورية السادسة. وهناك خشية حقيقية من الانفلات واستغلال بعض القوى السياسية وبعض التيارات السياسية لتنفيذ أفكارها من خلال هذه الاحتجاجات. نرجو أن يعي الرئيس أن الوضع محتقن وأن يمتص هذا الوضع، وإن كنا لا نأمل هذا كثير. نعم. يعني هي حتى الآن، واسمحي لي أن أنا يعني أصف الحديث بهذا الوصف، لكن حتى الآن التحليلات ما زالت متناقضة. يعني بعض المشاهد التي أمامنا الآن على يمين الشاشة تشير إلى سيطرة الشرطة في بعض المناطق على الأوضاع، ربما حضرتك أشرت إلى أنه ما زالت الاحتجاجات ملتهبة في بعض المناطق الأخرى، وضربت أمثلة بتولو والأوبرا وساحة الجمهوريين والباستيل وأيضا بعض جوانب شارع الشانزليزيه. الرئيس الفرنسي قال أتفهمكم، ولم تخرج علينا أي تحليلات تشير إلى أنه سيخرج ليشرح وجهة نظره. حتى الآن هناك أنباء تردد عن قطيعته أو قطعه لزيارته للأرجنتين، وحتى الآن لا نعرف إذا عاد إلى فرنسا ماذا سيفعل. هناك تحليلات تشير إلى استقرار الأوضاع والعكس في تحليلات أخرى. كيف نقرأ المشهد الفرنسي في النهاية؟ بطبيعة الحال هذه ليست الثورة الفرنسية التي حدثت قبل أكثر من قرنين من الزمان، والمفترض أنها مبنية على هذه الحضارة وعلى هذا التحضر، ومع ذلك نجد فيها مشاهد من العنف والقاذورات وما شابه ذلك. لا، بطبيعة الحال يعني هي ليست الثورة الفرنسية، وكان الثورة الفرنسية قامت على العنف وسفك الدماء، ولكن لن نعود إلى التاريخ.
يقطع الرئيس ماكرون زيارته، هو يجب أن يفعل هذا لأن بلده لديها أحداث شغف كبيرة، أن تهدأ يعني الاحتجاجات في مكان، أن تشتعل في مكان، ربما في الساعات القليلة الماضية ربما بعد ساعة ينفض الشوارع، ولكن علينا أيضا انتظار كما حدث يوم 24 ماذا ستعلن الحركة، هل سيكون هناك حراك كما قال 24 ديسمبر الحالي اليوم؟ نعم 24 من نوفمبر هم أعلنوا أن الموجة الثالثة يوم 1 ديسمبر وانفض الشارع وعاد الهدوء، هل يعني ربما ينفض خلال ساعة، ولكن هل يعني هذا أن الوضع قد التأم؟ هذا غير حقيقي. بالأمس كان رئيس الوزراء يتحدث مع بعض ممثليهم وكان المطلب الوحيد أن يكون هناك إعلام يصور، يعني طلب أحدهم أن يكون هناك إعلام حتى يسمع زملائهم ما سيقولون وما سيتفقون حتى لا يتهموا بأي تسويف أو خيانة، رفض رئيس الوزراء فخرجوا غاضبين ولم يتم أي تسوية. هل سيظل المشهد هكذا ونجد أننا يبدو أنه فعلا القادم سوف تكون هناك موجة رابعة؟ لا يعني الاستقرار الآن أن هؤلاء لم يقرروا يعني المبيت في الشارع سينفضون، ماذا عن الموجة الرابعة؟ ماذا عن الخامسة؟ بشكرك على هذا التحليل. ليس الرئيس يعني يستدرك الأمر ويتحدث إلى الناس بشكل مختلف. يبدو أنه فعلا الأيام القادمة هي التي ستجيب عن هذه الاحتمالات وخاصة فكرة تجدد موجة رابعة عقب هذه الموجات الثلاث. بشكرك شكر جزيل على وجودك معنا عبر سكايب وعلى هذا التحليل الطيب. الأستاذة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لحضرتك. أسقط الجيش اليمني اليوم طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي كانت تحمل متفجرات. وفي محافظة البيضاء بوسط اليمن يواصل الجيش اليمني تقدمه في جبهات عدة خلال عملياته العسكرية ضد ميليشيات الحوثي، كما قتل 8 متمردين حوثيين وعنصران من القوات اليمنية في اشتباكات في مدينة الحديدة بغرب اليمن خلال الساعات 24 الماضية. في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يقترب من كارثة كبرى، حيث قال الأمين العام والمساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية إن اليمن مسرح أكبر عملية إنسانية في العالم، مشيرا إلى أن الدول المانحة قدمت 2.3 مليار من المليار دولار في 2018، أي نحو 80% من قيمة خطة الاستجابة التي وضعتها الأمم المتحدة. بعد الفاصل يأتينا الزميل الأمير داود بآخر أنباء الاقتصاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير المالية يؤكد أن ربط الدولار الجمركي بسعر البنك المركزي للسلع غير الضرورية يهدف إلى حفظ حقوق خزانة الدولة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية الشهر يأتي ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية. وأضاف وزير المالية في بيان له أن ربط سعر الدولار الجمركي بالبنك المركزي بالنسبة للسلع غير الضرورية إنما يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب أن يكون معمول به في كل دول العالم.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر، والذي طرحت فيه نحو 7176 وحدة سكنية للحجز بالمرحلة الأولى بمساحات تتراوح ما بين 100 متر و150 متر بمدن السادس من أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة والشيخ زايد والعبور والمنيا جديدة. وأوضح مدبولي في بيان وزاري أنه يجري حاليا تنفيذ 33,168 وحدة سكنية بلغت أعلى نسبة للتنفيذ فيها نحو 84% بمدينة العبور، ونسبة الإنجاز الإجمالية 65%. بحث وزير البترول طارق الملا مع السفير الروماني بالقاهرة والوفد المرافق من الشركات الرومانية العاملة في مجال البترول سبل تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز، خاصة في تصنيع المعدات والتكنولوجيات المتطورة المستخدمة في الصناعة البترولية. واستعرض الملا خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلى أن السوق الأوروبي هو المستهدف بصفة رئيسية لإعادة تصدير الغاز الذي سيتم نقله من حقول شرق المتوسط من خلال مصانع الإسالة في إدكو ودمياط. أعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا 2018 والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 7 إلى 9 من ديسمبر في مدينة شرم الشيخ يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في إفريقيا. وأشارت نصر إلى أن برنامج المنتدى يشهد جلسات عمل مكثفة على كافة المستويات للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار بين كافة اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي والإفريقي. ولفتت الوزيرة إلى أن المنتدى خصص يوما نقاشيا وتفاعليا لشباب رواد الأعمال لمنحهم فرصة لمقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين لبحث كيفية سبل الاستفادة من أدائهم المتميز بروح المبادرة والابتكار. عقد وزير الزراعة عز الدين بوستيت اجتماعا مع منتجي البطاطس للاستماع إلى وجهة نظرهم في سبب الأزمة التي حدثت في أسعار البطاطس وكيفية تفاديها مستقبلا. وخلال الاجتماع تم استعراض المشاكل الحالية لمنتجي البطاطس والتي بدأت منذ عام 2017، حيث تم استيراد 158 ألف طن تقاوي، وكانت الظروف الجوية جيدة مما أدى إلى زيادة المعروض، وبالتالي انخفضت الأسعار في الأسواق مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس هذا العام وانخفاض المساحة المنزرعة. كما عقد وزير الزراعة اجتماعا آخر مع مستوردي تقاوي البطاطس للاستماع إلى مشاكلهم وكيفية حلها. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى زميل أيمن السيد واستكمال البانوراما، ولكن بعد فاصل قصير. اختتمت كلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر الدولي السادس للأوعية الدموية بمشاركة العديد من أطباء الجامعات المصرية ووزارة الصحة للتعرف على آخر الأبحاث والدراسات العلمية في مجال جراحة الأوعية الدموية ومحاولة الاستفادة منها. اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي السادس للأوعية الدموية بجامعة المنصورة بمشاركة أكثر من 1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة. مرضى الأوعية الدموية دول دايما بتبقى حالتهم في معظم الأحوال حرجة، والساعات والدقائق بتفرق فيها طبعا عشان قصة وصول الدم وخصوصا للأطراف. فكل ما احنا بنزود من جودة الخدمة في هذا القطاع كل ما احنا بنخدم العينين اكتر، وده بيساعدنا ان احنا ان شاء الله يعني نساعد على انقاذ حياتهم او ان احنا نقلل من الاضرار والمشاكل اللي بتحصل لهم. المؤتمر ناقش ما توصل إليه الطب في علاج جلطات الأوردة العميقة والعيوب الخلقية للأوعية الدموية ومرض تمدد الشرايين.
احنا عارفين ان مرض السكر مرض منتشر في مصر خاصة في الآونة الأخيرة بسبب وجود الفاست فود، فبيتجاوز العدد المرضى 6 ملايين حاليا، مضاعفاته بتصل لحوالي 20-30% من المرضى. قدم السكري بيمثل أهم المضاعفات لأنها غالبا بتنتهي بالبتر لهؤلاء المرضى. الحديث حاليا عن كيفية منع البتر لمرضى قدم السكري. يناقش جديد في الأسطرة التداخلية واستخدام الدعامات لعلاج مرضى الشرايين الطرفية، وده موجودة بنسبة كبيرة عند المرضى بتوعنا، خاصة الناس اللي في ظل زيادة نسبة أمراض السكر والضغط والتدخين، وده بيأثر على جزء كبير من المرضى. فالمؤتمر طبعا بيعمل مداخلة بين شباب الأطباء والأساتذة الجامعات، فالشباب بيستفيدوا من خبرات الأساتذة، وفي المستفيد في الآخر هو المريض المصري. ويعد هذا المؤتمر إضافة لمصر في مجال جراحات الأوعية الدموية للتعرف على آخر الأبحاث العلمية وملاحقة ما توصلت إليه الدراسات المتقدمة في هذا المجال. الآن وقفتنا الرياضية، بعد فاصل قصير تأتينا بهذه الأنباء الزميلة حنان عاطف. مشاهدينا الكرام، بعد قليل نتابع معكم من جديد طبيعة الأوضاع في الشوارع الفرنسية في محاولة من الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات المندلعة هناك منذ أسبوعين ردا على زيادة الضرائب على الوقود. والآن عناوين ختام هذه البانوراما. وزيرة الصحة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة في 11 محافظة، وتؤكد نجاح المرحلة الأولى. الشرطة الفرنسية تعلن إصابة نحو 70 شخصا بينهم 11 من أفراد قوات الأمن في احتجاجات باريس، واعتقال نحو 200 شخص. الجيش اليمني يتقدم في جبهات عدة بمحافظة البيضاء، والحوثيون يحتجزون العشرات كرهائن داخل مستشفى في الحديدة. شكرا على حسن المتابعة، وبعد قليل تأتيكم الزميلة هبة حسين. شكرا وإلى اللقاء.